مساك الله بالخير يا ابو ناصر. ويانا الشباب اللي في الجروب يسالون عن كيفيه تطبيق قانون 28-69 عن طريق القضاء واحتمالات الحكم فيه. وفي ناس يقولون اذا قدمنا قضايا بنقض العقود ما لهم اي صفه قانونيه، يعني لازم انها تكون عن طريق النقابه. ثانيا يعني يقولون اذا قدموا قضايا خايفين ان الشركات توقف رواتبهم. موقف موظفي نفط الخليج اللي هي العمليات المشتركه مع السعوديين اللي نصهم كويتيين ونصهم سعوديين، هل يشملهم القانون هذا او لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ابو علي، الله يسلمك. شوف يا شباب، على اساس نعطي كلام امانه، يعني كلام القانوني ممكن احيانا ثقيل عليكم لانكم احيانا يمكن ما تفهمونه، العفو يعني لان اهل اختصاص. بس انا اقول ان العقود اللي انتم ابرمتوها ما بين الطرف الاول والطرف الثاني، الشركه المعنيه اللي صاحبه الامتياز بالنسبه لشركه النفط او البترول متعاقده مع البترول او النفط، هي عقود إذعان. وجميع البنود انا قريتها وحتى فصلتها لاخوان واجد، بس الان بناء على اخوي مسفر بن ناصر قال لازم نسجل عشان الناس يقتنعون يجونك. انا اقول يا شباب، حتى 100 شخص او غير 100 شخص يجون، هذا حق لهم اصيل، لان بدايه طريقه الشركه هذه المعنيه في حيازتها على المناقصه مالت البترول او النفط، لازم تقدم السي في مالها، السيره الذاتيه مالتها في لجنه المناقصات العامه، وتكون مدرجه من قبل المناقصات العامه. هذا واحد. اثنين، انتم يا شباب انكم ما تدرون عن شيء، اللي هو الامر اللي صاير ان الشركه هذه الخاصه اللي الان انتم تاخذون منها راتب، في لما قدمت في المناقصات الرئيسيه راتبكم 1480. انا شايف العقد لما على اساس انهم يفوزون بالمناقصه، لان بدايتها لما يقدمون ترى احنا راح نقدم موظف كويتي ونضمن، طبعا نضمن راتبه ونضمن امتيازاته وتامين الصحي والامور هذه كلها. هذا كلام بدايه، هذا بداية الأمر على أساس أنهم يحزون على ثقة لجنة المناقصات الرئيسية بشركة البترول أو النفط. هذا واحد. اثنين، بعد ما رست عليهم المناقصة وعطوهم مناقصة في طبعا كم مليون، راحوا طبعا توجهوا للنفط، قال في مسؤول بالنفط، قال يا جماعة عطونا الآن كم الموظفين عندنا. يدرون هم أساسا من لجنة المناقصات الرئيسية أن نسبة الأعمال الوطنية 25% لكل شركة وتوظفوا الان الكويتيين. على فكره التفصيل بالعقود الرئيسي مال لجنه المناقصه الرئيسيه ترى مفصل كامل، وحقوقكم موجوده فيها كامل، ولكن اللي وقعوا معاكم العقود الشركه هذه عقود خفيه ولا تعلم فيها الدوله. المعنيه بالدوله منو؟ لجنه المناقصات الرئيسيه العامه. وراح اجيب لكم اذا مو انتم صدقين اخوي ابو علي قدامي، راح اجيب لكم العقد الرئيسي معكم. صدق 1480. الان الشركه قاعد تعطيك 480 او 580 وتخصم منكم التأمينات.